لاعب مثل سالم الدوسري ومثل يعني التيشيرت وما التيشيرت وتحقيق حلم الطفل الباكستاني. طيب انا سؤالي العريض والجماهير السعوديه تسال، طيب حقق احلامنا يا سالم، يا سالم انت والمجموعه اللي معك عشان ما تزعل محمد. لا لا انا ما ازعل، انا ما حققوا احلامنا، هذا رايك وانت حققوا احلامنا يا كابتن سالم تحقيق بطوله. خلونا نفرح، ترى التاهل لكاس العالم مش انجاز صحيح. وهذا امر طبيعي انك تتاهل في ظل الدعم الكبير اللي لقيه المنتخب. عمل انساني جميل من كابتن المنتخب انه قاعد يحقق الرغبه الطفل، يعني مهما كان ترى الاعمال الانسانيه جيده في هالمجال. الرياضه ليست كره، الرياضه رساله ساميه للجميع. فمتى ما اسعدنا الناس ببعض هذه التصرفات خارج كره القدم، بالتاكيد كل الشكر لاداره المنتخب للاعب سالم الدوسري. خلينا ناخذها بالمنح الايجابي. لا لا شوف، انا اتكلم الشيء بشيء يذكر، وانا قلت لك كان ايضا حلم، كان حلم الاسطوره البرازيليه روبرتو كارلوس انه يحصل على تيشيرت سامي الجابر.